للمرة الأولى وبعد قطيعة دامت نحو 22 عاماً بين الكويت والعراق بسبب الغزو الصدامي الغاشم، حطت رحال أول رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية العراقية على أرض مطار الكويت، وعلى متنها وفد سياسي رفيع المستوى يضم وزير الخارجية هوشيار زباري ووزير النقل هادي العامري إلى جانب عدد آخر من المسؤولين. وتأتي هذه الرحلة بعد جهود حثيثة بذلت من قبل السلطات المعنية في البلدين لتسوية الخلافات والديون وحسم الدعاوى القانونية التي كانت مترتبة من الخطوط الجوية الكويتية على نظيرتها العراقية جراء الغزو. وقد كان لصدور المرسوم الأميري بإنهاء الدعاوى الخاصة من قبل الخطوط الجوية الكويتية ضد الخطوط العراقية أمراً في منتهى الأهمية، لأنه فتح الباب أمام استئناف الرحلات الجوية العراقية بإعادتها وبشكل مباشر إلى مختلف دول العالم. فقد تم إنهاء الخلاف والتسوية النهائية لقضية الخطوط الجوية العراقية مع الكويت بعد أن وقع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً بالموافقة على التسوية المالية إثر توقيع الجانبين على تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي إلى الخطوط الكويتية. استئناف الرحلات الجوية بين العراق والكويت سيفتح الباب واسعاً أمام تنمية سريعة للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والسياحية وغيرها من المجالات والميادين. كما أكد الطرفان على تسيير 3 رحلات أسبوعياً من العراق إلى الكويت عبر شركة الخطوط الجوية العراقية، وهي بغداد الكويت والنجف الكويت وأربيل الكويت. بعد انقطاع دام لأكثر من 23 عاماً، ها هي أول طائرة عراقية تحط أرض الكويت بعد تحسين العلاقات وفتح الخط الجوي بين العراق والكويت. رانيا وهبي، قناة اليوم. وفور وصوله إلى البلاد توجه الوفد الرسمي العراقي إلى قصر بيان، حيث استقبله سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأجرى الشيخ نواف مباحثات مع الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية العراقي هوشيار زباري. وصول الطائرة العراقية بعد انقطاع دام منذ الغزو أثار ردود فعل من قبل العديد من النواب السابقين، فقد قال عضو مجلس الأمة السابق وليد الطبطبائي إنه يبارك للشعب الكويتي ما وصفه بالنصر الكبير الذي حققته الحكومة بوصول أول طائرة للخطوط الجوية العراقية بعد غياب استمر 23 عاما. الطبطبائي قال إن سبب عودة رحلات الخطوط الجوية العراقية هو تنازل الكويت عن ديونها على العراق على حد قوله. وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس الأمة السابق الدكتور عبيد الوسمي أن تسوية الخطوط الجوية الكويتية لديونها مع العراق هو في حقيقته تنازل عن دين عام ثابت للدولة وبالمخالفة للقانون، متمنيا أن تثبت الحكومة عكس ذلك بنشر التسوية على حد قوله.